كلمة أرحكة. السلام ورحمة الله، كيف أخباركم؟ صحتكم أموركم إن شاء الله طيبين وما متضايقين. المرة دي حنعمل تحدي اللهجات بين اللهجة السودانية واللهجة الجزائرية مع أخونا محمد اللمين. سلام، يلا نجرب. طيب أول حاجة حنبدأ بكلمة حبوبة. ها؟ حبوبة. شنو حبوبة هذه؟ حبوبة. تخيل معي إنه حبوبة هي شنو؟ كده تخيل كده حبوبة. صاحبتك ولا أمبيرة. طيب يا عزيزي، حبوبة دي عبارة عن أم والدتي وأم والدي. أنتوا بالجزائر بتقولوا لها شنو؟ قصدك جدة ولا نانا؟ جدة. أيوه يا جداتك. يا أوكي، حبوبة بالسوداني معناتها جدة ولا نانا بالجزائري. طيب اسمع كلامي، كلمة أرحكة. 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 هاي أرحكة. وأنت ريح؟ لا ما ريح. أرحكة معناتها يلا نسهر. نروحوا. نروحوا؟ أي نتحركوا. أي ما نتحركوا. هاي نتحرك. أرحكة. أرحكة صح. معناتها عندنا أرحكة معناها بتقولوا بالجزائري؟ احنا أي نتحركوا لا ينروحوا. يلا نروحوا يلا نتحركوا. بالطيخة. بالطيخة. بالطيخة الصفرة ولا الخضرة؟ ال 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 الخضرة ومن جوا حمرة. خضرة من جوا حمرة، نقولها دلاع. دلاع يعني البطيخة بتقولوا لها دلاع. أيوه. طيب ال 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 الشمامة. شمامة صفرة. شمامة الصفرة. نقولها بالطيخة. ليش هذا العكس ده؟ عادي بطيخة ولا كاين يقولها فقوس. فقوس. فقوس زي الشمام. صفرة. صفرة وخلاص. اوكي، معناتها بطيخة بالسوداني او بال يعني اللهجة العامية عندهم بالجزائر بيقولوا لها دلع، والشمام بيقولوا له بطيخ. امشي بسرعة. ازرب. 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 يعني الازرب دي للامشي ولا للسرعة؟ سرعة. للسرعة؟ ايه سرعة. ازرب. يعني معنى اكتب بسرعة. ازرب ولا خف ولا اكتيفي. اوه. ازرب عندهم اسرع. اسرع يعني اي حاجة فيها سرعة ازرب صح؟ ايوه. ازرب. كويس. شوفني. ها؟ شوفني. انا اشوف فيك. انت شوفني؟ اخزر فيا. اخزر؟ نقدر نقول شوف فيا ولا اخزر فيا. يعني شوفني معنى اخزر. ايه اخزر فيا. اخزر فيا مليح. انا بردك يقول لك كشف 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 لي كويس كشف لي. شوف يا شوف معايا مليح ما تعرفنيش. المهم دي كان كلمات بسيطه بين اللهجه السودانيه واللهجه الجزائريه. لما نتلاقوا في فيديوهات جديده وتحديات جديده ما تنسوا تعملوا لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان تصلكم كل الفيديوهات. كويس.